طيب ده كان لقائنا مع واحد من طبعا اهم الاسماء في الكره الالمانيه وفي الدوري الانجليزي وفي البوندسليغا، لوكاس بودولسكي. عشان الناس بتعرف تقول لك الاهلي يفاوض لوكاس بودولسكي من خلال لقائه طبعا في السادسه. الراجل الحقيقه طبعا قدر النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي واتكلم عليه بشكل كويس جدا. واللي ما شافش بودولسكي الحقيقه ما شافش يمكن اخر عظماء المهاجمين الالمان. بعد بودولسكي تقريبا المانيا اللي طول عمرها معروفه ان عندها اقوى واهم الاسماء كروس حربه، يعني بعد بودولسكي تقريبا طبعا في ما اقدرش اقول ما فيش، بس ما مش على نفس مستوى السلسله العظيمه من المهاجمين العظام اللي لعبوا للمنتخب الالماني. طب نيجي بقى للميركاتو بتاعنا. طبعا انا عارف انه امبارح الناس كلها بتتكلم على رحيل محمد شريف، وفي كلام كتير جدا بيتقال. ميركاتو السنه دي يمكن يكون اقوى ميركاتو سواء على مستوى الاسماء اللي رحلت، بتتكلم على اسماء كانت مهمه ومؤثره، بتتكلم على حمدي فتحي، بتتكلم على محمد شريف، بتتكلم على علي لطفي حتى رحيله. انا بشوف علي كان من اهم الاسماء اللي ساهمت حتى لو بنسبه مش كبيره قوي، لكن كان على مستوى التاثير كان تاثيره كبير جدا جدا في حراسة وحماية عليه النادي الأهلي. فبتتكلم على أسماء رحلت كتير، بتتكلم على أسماء دخلت كتير، تأثير الميركاتو ده على الأهلي في الموسم اللي جاي وعلى أوضة اللبس وعلى كلام كتير هنتكلم فيه طبعا في الميركاتو عموما في الدوري المصري. مع نجمنا النهارده الكابتن أحمد عادل اللي بيشرفنا مخصوص من واخد تان كده، يبقى جاي من اسكندريه ومن الساحل. منور الدنيا يا ابو حميد، واهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد. ربنا يخليكوا، دايما من الحلقات اللي بستمتع بيها مع حضرتك ودايما كده حضرتك متألق. تنور الدنيا. ولازم نشيد طبعا بفريق الإعداد والمجهود الكبير جدا ان هو يستضيف نجوم كبار، نجوم عالميين، وده مش هتشوفه الا في قناه الاهلي. الحمد لله. المجلس ده باداره قناه الاهلي والمعدين وحضراتكم طبعا كمقدمين، لازم نشيد بالكلام دوت، وده مش جديد على منظومه الاهلي بشكل عام. بنحاول احنا بنكلم اكبر جمهور على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى افريقيا، فبالتالي طبعا بنحاول نبذل اقصى ما في وسعنا ان احنا نقدم حاجه مختلفه ومميزه. وخليني ابدا معاك برحيل شريف. خبر كان بالنسبة للبعض مفاجأة، خبر كان بالنسبة للبعض متوقع. من وجهة نظر أحمد عادل، إزاي بتشوف خروج محمد شريف من قائمة الأهلي في بداية الموسم الجديد، وشايف إزاي فرص شريف في الدوري السعودي خصوصا مع أنت شايف طبعا الأندية في السعودية خصوصا الأربعة الكبار بيعملوا إيه، وفرصته على التألق والنجاح مع الخليج السعودي؟ أكيد ما فيش شك، هنتكلم في نقطتين، سواء نقطة طموحات شريف وأهدافه ورجوع حتى المستويات ان هو ممكن يغير وجهته شويه عن النادي الاهلي، لكن ما فيش خلاف على امكانيات شريف وامكانياته الفنيه والبدنيه وامكانياته حتى في اضافه لاي فريق ان هو يبقى موجود فيه. لكن على المستوى الشخصي شريف كان مهم ان هو يطلع زي يغير وجهته، يبقى باب ان هو ان شاء الله يرجع لمنتخب مصر تاني ويتالق تاني، ووارد ان هو يرجع النادي الاهلي تاني. لكن اي لاعب داخل النادي الاهلي بنتمنى له التوفيق. خروج حمدي فتحي كان خروج كبير برضو من باب الكبير النادي الاهلي، خروج محمد شريف ده كل اللعيبه ده لا يقلل من مستواها واضافتها لفريق النادي الاهلي. على المستوى السعودي اكيد، على المستوى الدوري السعودي اكيد هيبقى في تطور لاداء شريف بشكل كبير جدا، نجوم عالميين داخل الدوري السعودي. اتمنى ان شريف تكون بوابه كبيره ليه ان هو يرجع لمستواه تاني ويبقى موجود داخل منتخب مصر. اكيد الخبر نفسه كان مفاجاه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي كان مفاجاه، بالنسبه لي كان مفاجاه، لكن مش يعني انا عارف ان كل حاجه داخل النادي الاهلي او اي قرارات داخل النادي الاهلي بتبقى في سريه تامه، لكن اعتقد ان الجماعيه في الاداء اللي بيأدي بيه مستر كولر على المستوى الجماعي ممكن ما يأثرش بشكل كبير جدا، لكن على مستوى شريف لا، هو فرود مهم كان موجود داخل النادي الاهلي، لكن دي بتبقى حاجات داخل منظومه النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق فيها، خطوه مهمه اكيد ليه قبل ما تكون للنادي الاهلي. اتمنى له التوفيق ان هو يبقى موفق ان شاء الله ويرجع لمستوى تاني واحسن ان شاء الله. تسمح لي اعلق بس على بعض الناس اللي هاجمت شريف على قراره بانه، او هو مش قراره لوحده الحقيقه، هو قرار مشترك بين اداره نادي الخليج وبين اداره النادي الاهلي وبين رغبه محمد شريف، لانه في ناس جابت له يعني كلام اتقال على لسانه قبل كده في حوارات او في تصريحات تلفزيونيه، انه لما سالوه على الناحيه الماديه والولد كان في التوقيت ده بيقصد انه الفلوس مش كل حاجه، لما قال الجنيه في الاهلي يساوي 20 في اي حته تانيه،
ناس رجعت قالت عليه دلوقتي ان الدولارات ومش قصه مش كده خالص يا جماعه. والقصه في النهايه هي قصه انتماء. الولد عبر على فكره انه اذا ما كان وجوده في النادي الاهلي مرتبط بماده فهو التفكير في الماده هو اخر حاجه، لكن ده مش معناه او ينفي بقى شكل من الاشكال. وده حصل مع حمدي وده حصل مع علي لطفي. حمدي خرج للوكره مثلا ومقابل مادي كبير جدا بناء على انه كان في اتفاق بين الاطراف الثلاثه. ففي النهايه احنا في عصر احتراف، ومش معنى انه بيقول انه انتمائه للاهلي يجي فوق الماده انه في يوم من الايام مش ممكن ياخد تجربه ممكن تضيف له وتضيف لنادي الاهلي وتضيف لنادي الخليج في نفس الوقت. استاذ احمد، يمكن لو نرجع بالذاكره او لو الناس هتركز في الموضوع ده بشكل كبير، يمكن انا عشت الفتره دي كنت داخل نادي الاهلي، مجالس ادارات النادي الاهلي ما بتقفش قدام مصلحه لاعب، يعني حتى لو هتقدر تساعدك ان انت تطلع تستفاد ماديا، وده كان في اكبر يعني اكتر من مثال كتير. حصلت مع بوتريكا وحصلت مع احمد فتحي بالاخص، انا بذكر اسماء. أي. ان انت تقدر تستفيد ماديا، انت اديت النادي الاهلي كتير حتى لو انت عندك ان انت ممكن تقدر تستفيد ماديا. نفس الحكايه اعتقد حتى موضوع حمدي فتحي كده، حتى لو هتلاقي حمدي ان ممكن النادي الاهلي يوافق على المقابل المادي بحيث ان هو برده النادي الاهلي يستفيد وان حمدي يستفيد. وحد ينكر انه موسم حمدي الاخراني ده مع كولر هو افضل موسم لحمدي فتحي في طوال مشواره مع النادي الاهلي، او واحد من افضل مواسم حمدي مع في مشواره مع النادي الاهلي؟ هو خلاص، ما هو انا بشوف ان الموسم الاخير هو احسن مواسم حمدي فتحي مع النادي ورغم الاهلي. ورغم كده الاهلي ما وقفش قدام رغبه حمدي في انه ياخد تجربه احتراف حتى قبل الموسم ما يخلص. انا بقول لحضرتك يعني تجربه الموسم احتراف بتاعنا احنا طبعا مش الموسم بتاعهم، لا لا يعني بنتكلم في تجربه احتراف وبرضه بيبقى في حته مراعاه ان ممكن يطلع يستفاد ماديا، ما فيش طبعًا مشكله طبعًا. فهو ده هو ده يعني كيفيه تعامل المجلس الاداره مع المواقف اللي زي دي بيبقى ما عندوش مشكله خالص. هو في كده ابو حميد في التاريخ لما بنبص له في حاجه اسمها دروس مستفاده، حتى وان كان عندك رغبه في الخروج او رغبه في الاستفاده ايا كان طموح كل انسان حق مشروع، وكل واحد في الدنيا دي بالتاكيد بيبص على مصلحته، لكن هو ازاي بتخرج من الباب هي دي القصه. تبص الامثله ونماذج كتير جدا خرجت فاتقفل من وراها الباب واتقفل، والقبل الباب الحقيقه وده الاهم من الباب، قلوب الاهلاويه قلوبها وعقولها وذاكره جماهير النادي الاهلي لما بتعمل اكس على حد صعب قوي، لا اداره تقدر تفرض ده ولا اداره تقدر ترجع ده او تفرضه على جمهور النادي الاهلي. وناس كتير جدا خرجت وهي رافعه راسها وما زالت بتحظى باحترام وحب وتقدير جماهير النادي الاهلي وادارات النادي الاهلي المختلفه والمتعاقبه. ده اللي انا شفته اخر سنين بصراحه، ان كل جماهير النادي الاهلي بقى انتمائها للكيان مش للاعيب. ما دي اللي بتحصل مشكله من المنطقه دي. أي. ان هل انت هتنتمي او هتزعل على لاعب مثلا مشي بطريقه مش كويسه من النادي الاهلي، ولا ان انت بتنتمي للكيان هو خلاص مشي صفحه واتقفلت، احنا بنبص للبطوله هتتجاب ازاي، مين الصفقات اللي هتضيف للسكواد الموجود. بقى في اولويات في حته الانتماء، هو فعلا بقت كل جماهير النادي الاهلي او كل محبين النادي الاهلي بقى عندهم الثقافه دي، ثقافه ان انت ازاي بتنتمي للكيان ما بتنتميش لاشخاص. عشان كده دايما بيبقى اي حد موجود داخل النادي الاهلي بيبقى حريص كلاعب او كمجلس اداره او كجهاز فني بيبقى انتمائه للكيان مش لماده او ان انا هطلع احترف مثلا او اي حاجه ثانيه، بيبقى كلها شبكه واحده كمجلس اداره او لاعب او مدير كوره او جهاز فني، كلها بتبقى بتشتغل لمصلحه الاهلي سواء كان موجود داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. هي بتتحس يعني الجمهور بيحس اللعيب اللي في الملعب ده جاي موظف وجاي واخد الدنيا بروباجندا وشهره ومصلحه زي ما بيقولوا، ولا لعيب بيموت نفسه عشان يحقق للاهلي ولجماهيره كل اللي بيتمنوه. حته الانتماء دي بتتحس، واللي بيوصل للجمهور بجد الجماهير بترفعه يعني سبع سما ما بيتنسيش. يعني مش الحصر مثلا وانه بطل مش من كتير، لكن عمرك ما تحس ان الجمهور لما بيشوفه او بيجي في اي مناسبه الا انه الناس مقدره تماما، لانها مدركه ان مشوار وليد كان نتيجه انتماء حقيقي وتقدير حقيقي لجماهير النادي الاهلي. وفي طبعا انا بقول على سبيل المثال عشان ما بنساش حد، في امثله كتير طبعا. وفي امثله كتير جدا طبعا. ده هنا لما بنتكلم دايما او لو هتسلط الضوء على اوضه لبس النادي الاهلي هي دي اللي بيخرج منها البطوله، يعني دي اللي بيخرج منها البطوله او ثقافه اللعيبه وتركيزهم ان انت ازاي تحرز البطوله، ده بيوصل اكيد لجماهير النادي الاهلي. بيوصل ان اي لاعب بيخرج عن النص بيوصل لمجلس إدارة النادي الأهلي إن ده لاعب خرج عن النص، لكن لما بتتكاتف أنت كلاعب أو بتقدر المسؤولية الكبيرة اللي عليك تجاه ناديك
وبالذات اخص النادي الاهلي، هتلاقي ان اوضه اللبس دي لازم هتغرك بطوله، وده اللي وصل له من الخبرات اللي مطمنا كلنا كمحبين النادي الاهلي هي لعيبه النادي الاهلي. طيب قبل ما اكلمك على كيفيه تعاملهم مع الامور، يعني قبل ما اكلمك على صفقات الاهلي الجديده وميركاتو الاهلي وعوده حتى الاعارات، ازاي شايف الميركاتو بتاع الانديه اجمالا بتاع الدوري المصري؟ وهل شايف ان في انديه عملت صفقات ممكن تغير من شكل الخريطه او تكون ليها تاثير كبير جدا على شكل المنافسه في الدوري السنه الجايه؟ اكيد ما فيش شك، انا بحترم جدا اي مجلس اداره او اي فريق بيحافظ على القوام الاساسي بتاعه، يعني ده مهم جدا وده ما يميز النادي الاهلي السنه دي. يمكن اغلبيه الفرق بتدعم بشكل كبير جدا، لكن الانديه اللي هتواجه صعوبه هي اللي بتغير 15 لاعب او 16 لاعب، والانديه برضو اللي هتواجه صعوبه هي كتر التغيير المدير الفني. يعني زاد من وجهه نظرك هيواجه صعوبه في الدوري السنه دي؟ زد بتهيألي زد هو اكبر عدد صفقات، يعني هو بيراميدز وصل 7 صفقات دلوقتي اعتقد النهارده، زد داخل في حوالي 10 او 11 صفقه. لا انا بتكلم على مش الانديه اللي صاعده، طبيعي ان انت تغير، طبيعي ان انت تجيب لعيبه خبرات من الدوري الممتاز، ده هيتوقف على نوعيه او كواليتي اللعيب اللي انت جايبه. بتراهن على زاد يا احمد؟ طبعا بتراهن على اداره زاد. اداره محترمه جدا بتشتغل باحترافيه كبيره جدا، سواء على مستوى قطاع الناشئين او التطور مع الفريق الاول. يمكن انا عشان عادل ابني في المنظومه فعارف المنظومه دايره ازاي بشكل احترافي بشكل كبير جدا، منظومه ناجحه. كنا بنتكلم قبل الهوا على طول على عمر خضر، انا بشوف طبعا اللي انا احنا اتكلمنا عليه وقلنا احترافه في استون فيلا نموذج للاعب محترف. يمكن هو عادل ابني بيحبه جدا وعمر بيحبه جدا، فانا عارف سلوكيات عمر مهمه جدا، لعيب كبير جدا اتفرجت عليه اكتر من مباراه، مستواه ثابت بشكل كبير جدا، مكسب لفرقته بمعدل كل مباراه بيسجل هدف. لا لعيب مميز. سايل مين هو مركزه ايه؟ جناح شمال. جناح شمال، هو من النوعيه اللي بيخش ويعمل ار 2 في البعيده في لا هو حافظ المكان ده كويس، مهاري جدا، عنده ملكه ان هو واحد على واحد، عنده شخصيه انا صغير في السن 16 سنه او 17 سنه بس يلعب فيرست تيم، يعني يلعب فيرست تيم مرتاح، يلعب فيرست تيم في ظل يعني انا بقول قله المواهب في مصر، ده اضافه للكره المصريه، يعني اضافه للكره المصريه وهيبقى اضافه للمنتخب. بس هي قله المواهب المكتشفه في مصر، هو يعني في مواهب كتير جدا، انا متاكد ان طبعًا. في مواهب كتير جدا طبعًا. لكن هو اللي بيتم اكتشافه منهم قليل، عدد قليل جدا. عدد قليل وانا طبعا بشيد بالعين اللي جابت عمر خضر. عمر طبعا هو ما قعدش حوالي دي تاني سنه ليه في زد، ان هو يحترف وفي نادي كبير مع التوأمه اللي عاملها زد مع استون فيلا، دي بتضيف برضو للكره المصريه، فاتمنى له التوفيق. انا بشوف من المواهب اللي هيبقى ليها باع في الكره المصريه. الصفقه البوم من وجهه نظر احمد عادل في الميركاتو ده امام عاشور؟ طبعا امام عاشور طبعا بكل مقاييس، يعني بكل مقاييس بعيدا عن اي مهاترات، هو اضافه اضافه للنادي الاهلي، لعيب صغير في السن، امكانياته الفنيه كبيره جدا، لكن عايز اروح لشخصيه امام عاشور. مهم جدا يقفل على نفسه، مهم جدا يعيش شخصيه لاعب النادي الاهلي، لان الموضوع مختلف تماما، يقلل ظهوره حتى، لان ده هيسبب عليه ضغط بشكل كبير جدا. انا بشوف الضغط اللي هيبقى على امام اكبر من سنه، وده مسؤوليه كبيره عليه، وهو اللي حط نفسه في الحته دي، فاتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي. اكيد هيبقى اضافه، اكيد هيبقى اضافه حتى للجهاز الفني كامكانيات لعيب فنيه، وان شاء الله يرجع من الاصابه احسن. لا مع لعيبه النادي الاهلي هتسهل عليه الامور، هتسهل عليه الامور مع اوضه اللبس اللي احنا كنا بنتكلم عليها، هتسهل عليه الامور، هتدي له ثقه بشكل كبير جدا، واحنا كلنا كمحبين النادي الاهلي نتمنى له التوفيق، لانه لعيب كبير واضافه لمنتخب مصر واضافه للنادي الاهلي، ان شاء الله صغير في السن كمستقبل النادي ان شاء الله جمهور الاهلي يدعمه. وطبعا كل ما امام يدي يعني اشارات سواء بادائه في الملعب او بالتزامه بره الملعب، الجمهور اعتقد ابدا مش يعني دايما هتلاقيه في ظهر امام وبيسانده عشان يكون في افضل او يظهر بافضل صوره ممكنه. رضا سليم من وجهه نظرك واحده من الصفقات البوم برضو، اللي يمكن الناس لسه ما شافتش رضا، لكن الحقيقه ارقامه ومستوياته وادائه مع الجيش الملكي السنه اللي فاتت بتقول ان في رهان كبير قوي عليه في الموسم اللي جاي مع سكواد الاهلي. لا انا يعني لو بتتكلم على اخر 3 سنين لرضا سليم، يمكن انا درست السي في بتاعه كويس،
واتفرجت عليه ببعض اللقطات على اخر 3 سنين. طلع في كل موسم 28 مباراه، يعني بمعدل لاعب الموسم كامل. معدل التهديف عنده كبير، ممكن يسجل في الموسم 7 اهداف، لكن الصناعه عنده هي دي الاكبر. أي. يعني او واخده التركيز الاكبر، يعني صناعه الاهداف. انا بشوف ان هو من اهم الاجنحه على مستوى افريقيا، واكيد صفقه اضافه للنادي الاهلي. مع اخر سنه لعب 39 مباراه على مدار كل البطولات، وبرضه مسجل 7 اهداف. لا، حاجه تشرف يعني بصراحه، فاكيد هيبقى اضافه للنادي الاهلي. مع شخصيه الاهلي اكيد هيطلع كل اللي جواه. يعني ايه اللي مستنيه في ميركاتو الاهلي؟ فيرود راس حربه طبعا، وكفى ولا في حاجه تانية؟ لا، انا محتاجين فيرود راس حربه. راس حربه، وكنا محتاجين حد مع علي معلول، يعني حد ان هو يشيل الجبهه اليسرى. بس دول يعني كريم الدبيس من الوجوه اللي ظهرت الموسم اللي فات وخدت فرصه مع مارسيل كولر، شايف الخامه او القماشه ايه؟ خامه جيده جدا. مع محمد اشرف برضو يمكن اشبنا اشرف بيه، خرج خلاص، خرج. راح لزاد برضو. لا، كريم الدبيس لعيب مهم، يعني لعيب صغير في السن، واكيد اضافه اتمنى له يبقى من عنده. الاسماء دي، من الاسماء التالي ذكرها: رأفت خليل، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد. شايف مين اللي ممكن يكون مع علي في الناحيه الشمال لو الاهلي ما فكرش في صفقه جديده؟ يعني كريم فؤاد بيلعبها كويس، اه بيأديها كويس. خالد عبد الفتاح بيأديها كويس، ويمكن دي اللي اشدنا بخالد عبد كريم الفتاح. كريم الاقرب من وجهة نظرك. كريم كريم فؤاد يعني لو رجع بالحاله البدنيه بشكل جيد، هو الافضل. فده بيسهل عليك انت كمدير فني، ان انت يبقى عندك لاعب جوكر. يعني بتشوف خالد عبد الفتاح بيلعب سيرد باك، بيلعب باك رايت، بيلعب باك ليفت. المرونه التكتيكيه دي بيلفت نظري حاجه غريبه جدا، مش عارف ليه في مصر مش قادرين نتعامل معاها بشكل يتناسب مع الطريقه اللي بتعامل بيها العالم كله. يعني السنه دي وانا بتابع ماركاتو اوروبا، بالذات الانديه اللي انا بحب اشوف اخبارها ايه في الترانسفير ماركت، لقيت مثلا انه نادي زي مانشستر يونايتد، حد يختلف على مانشستر يونايتد، رايح جاب مهاجم دنماركي، لو نزلت الشارع النهارده وقفت 10 كده قلت لهم اسمه، ولا واحد، انا متاكد ولا واحد هيعرف ده كان بيلعب فين ولا اسمه ايه ولا جاي منين. دفع فيه 80 مليون، مهاجم دنماركي كان بيلعب في اتلانتا، لعب معاهم موسم واحد في اتلانتا في الدوري الايطالي ب 80 مليون، رقم 21 كبير. سنه، رقم اسمه كبير هويلاند. خناقه دايره بين ليفربول وبين تشيلسي بقالها اسبوعين، وده يقدم عرضه وده يعلي عليه وده يقدم عرضه وده يعلي عليه، لغايه لما وصل لدرجه انه اغلى ترانسفير او اغلى انتقال للاعب في تاريخ الدوري. شوفوا الدوري الانجليزي ده، ديفيد بيكهام ومايكل اوين ووين روني والان شيرر واريك كانتونا وتيري هنري، شوفوا اسماء. اغلى انتقال في تاريخ الدوري الانجليزي لاعب اكوادوري عنده 21 سنه اسمه موزيس كايسيدو، محدش يعرفه، محدش يسمع عنه، 115 مليون يورو. ايرلينج هالاند، كيليان امبابي، اللعيبه دي طلعت صغيره جدا. فاحنا النهارده بنتكلم على لعيبه عندها 21 سنه، الانديه الكبيره على مستوى العالم بتتصارع وبتدفع فيهم عشرات الملايين، واحنا هنا اللاعب 21 سنه بنعتبره، لا 22 ده سنه، 25 سنه، بيقول لك لاعب صغير، سنه بيقول لك لا لاعب صغير، لاعب ناشئ من الناشئين. ما هنا عشان المواهب اللي احنا اتكلمنا فيها، يعني المواهب اللي احنا اتكلمنا فيها ما بيبقاش فيه. يعني انا مقتنع بحاجه، اللاعب لو ما وصلش 16 17 سنه ما لعبش فيرست تيم، لا يبقى انت كده في مشكله. يعني في مشكلة، لكن ده بتفرج على كل الفرق بلاقي مثلا أصغر لاعب ب 25 سنة، لكن كل الفرق بره بتشتغل 16 سنة، العينين بتشوف من هو في الفودن طلع مع في الفودن واحد من أهم الأسماء بشوفه، يعني واحد من أفضل اللعيبة اللي بتلعب في الدوري الإنجليزي ومع سيتي، يعني بتكلم إنه طلع 17 18 سنة. جافي وبيدري في اسبانيا، منتخب اسبانيا الاول وكاس عالم وبرشلونه، اهم 2 لعيبه اسبان في الوقت الحالي. وامبابي كده، امبابي كده الراجل لعب كاس عالم ووصل. اعتقد انه جافي او بيدري مش فاكر مين فيهم لعب، ابتدى يلعب فيرست تيم برشلونه 16 سنه. انسو فاتي برضو لما ابتدى، صحيح ما قدرش يطور من نفسه لان كان عليه امال كبير، بس ابتدى برضو 16 سنه.
مع فريق زي برشلونه. كل اللعيبه دي، ما هي دي ده الطموح وده الهدف وده أيوة. التخطيط اللي بنتكلم عليه دايما، ان انت مهم جدا. يمكن زي ما فرحنا بانتقال عمر خضر لاستون فيلا، هو ده أيوة. السن اللي تشتغل سنة. عليه، تشتغل عليه كويس. اسمه لوكس تقريبا، لوكس حاجه، لعيب في مانشستر سيتي عنده مش عارف 16 سنه، السيتي شايف انه موهبه فذة، مضى معاه او مد عقده لغايه 2028. شوف طبعا. وبيب جوارديولا هو اللي اصر على انه الولد يمد عقده، عشان عارف انه ممكن جدا هو في سن صغير ده يبقى مطمع لكتير من انديه اوروبا. لا احنا هنا مهم نغير ثقافتنا بقى شويه، اللي هي بقى لها سنين ودايما لما هنتكلم كده هنتكلم صالح الكره المصريه. يعني ده مش صالح الانديه، او لا ده لصالح الكره المصريه. انت عارف لو الانديه تقرر يعني او تتفق انه مطلوب من كل مدير فني في بدايه الموسم ده يطلع لي افضل 3 لاعبين من قطاع الناشئين، بحيث ان انا اكسبهم في نهايه السيزون 3 لعيبه اراهن عليهم في المواسم اللي بعدها، تكلم في 18 نادي في 3 لعيبه شباب بيتقدموا كل سنه، يعني تكلم في 54 لاعب. مصر ما فيهاش 54 موهبه تصلح اهم بطوله فيها اللي هي بطوله الدوري، انها تقدمهم كل موسم كل لا موسم. احنا ممكن، انا من وجهه نظري مثلا في التخطيط، ان انت ممكن مثلا تطلب من كل فرقه ان هو يعمل فريق زي فريق امل. يعني فريق امل دوت مثلا بيبدا من 14 سنه، 15 سنه، 16، 17، يبقى فريق امل مكون ده هيضيف لك انت كنادي ان انت تختار منه عناصر للفيرست تيم، وتبقى تطلب مثلا من رئيس قطاع الناشئين. طول ما لعيب الكوره عارف انه بيلعب ومش متشاف، طول ما لعيب الكوره عارف انه بيلعب في ماتشات ما فيهاش جماهير، الى حد ما بيطلعش اللي عنده كل واحد. لكن لما يعرف انه هيلعب في بطوله الدوري وهيلعب مع نجوم كبار وهيلعب مع مديرين فنيين، والجمهور هيشوفه والجمهور هيعرفه في الشارع والجمهور هيتكلم عليه كويس، بيطلع اقصى ما عنده، تخلق له دوافع، تخلق له بالظبط كده طموحات دي. فتقدر تكتشف بقى في لما يطلع لك 54 لعيب جديد في سيزون، بلاش 3 لعيبه، 2 لعيبه من قطاع ناشئين في 18 نادي ب 36 لعيب، لو طلعت منهم ب 10 15 كل سنه، انت يبقى بطوله الدوري دي ليها معنى، يعني يبقى بطوله الدوري دي ليها مكسب للكره المصريه. وده اللي اضر بالكره المصريه الفتره الاخيره، لما شفنا مثلا منتخب الناشئين او منتخب الشباب او الاخفاق في البطولات. ما هو ده بسبب اللي احنا بنتكلم فيه. اللي احنا بنتكلم فيه ان انت لازم يبقى عندك قاعده تحت ان انت تشتغل عليها، منتخب الناشئين، بعد كده منتخب الشباب، بيطلع بعد كده المنتخب الاولمبي وبيحقق نجاحات كبيره جدا. لكن مهم جدا القاعده من تحت، طول ما انت مش على ارض ثابته هيبقى في تذبذب على مدار السنين. طيب. مهم جدا التخطيط في المنطقه. طيب خليني اخدك لقصه الحضور الجماهيري، لانها بقت حاجه يعني مؤثره جدا من ناحيه نجاح المسابقه. النهارده جزء كبير جدا من تراجع قيمه الدوري المصري، كمان على البطوله نفسها، هي فكره انه بطوله بتلعب بدون جماهير. مع كامل احترامي طبعا لل 2000 او 3000 او اللي بعض الاوقات بيوصلوا 5000، لكن في النهايه ده مش ما يطلق عليه حضور جماهير. فكره تقييمك واحد لتجارب حضور الجماهير في السنوات في المواسم الاخيره او الموسمين الاخيرين، وهل من الممكن النهارده الاهلي بيطالب انه الحضور يبقى كامل العدد في ماتشاته في بطوله الدوري؟ واحنا شفنا تجارب لده في بطوله افريقيا وكانت تجارب ناجحه جدا. شايف ده ازاي؟ وشايف مدى امكانيه تطبيق ده في الموسم الجديد ازاي؟ هو التزام الجماهير، يعني التزام الجماهير هو يدي المسؤولين الثقه الكبيره، زي ما نشوف التزام جماهير النادي الاهلي، لما يخش لك 60,000 او 70,000 متفرج وبيبقى فيه التزام بشكل كبير. ليه القصه عند الجمهور من وجهه نظرك؟ في السلوكيات. السلوكيات بتضبطها اللوائح والقوانين، بمعنى انه لو الكاميرا بتاعت الرادار اتشالت الناس كلها هتفتح الرابع، صح ولا غلط؟ تمام. لو ضابط المرور مش موجود على الاشاره بتاعت المرور، ناس كتير جدا ممكن تكسر الاشاره. لكن لو في ثواب وعقاب وفي ضبط وربط وفي لائحه بتقول انه اللي هيخالف او اللي هيخرج على النص هيتم معاقبته بكذا، هتلاقي الامور كلها منضبطه. قصه في مصر هنا، مش بس في الرياضه ولا في الحضور الجماهيري، قصه قانون وقدره على تطبيق القانون. ما هو انت وعداله في تطبيق القانون برضه، عداله في تطبيق القانون، بس انت قعدت المدار سنين، طلع لك اجيال، يعني على مدار اخر 10 سنين كنا بنعاني، يعني كنا بنعاني كتحقيق للقانون او توفير حته القانون او تنفيذ القانون او
او كان البلد ما كانت. منتخب مصر لما بيحضرها حضور جماهيري بيحصل اي مشكله فيها؟ ما المنتخب ما بيخلقش تعصب عند الجماهير، يعني دي برضو حته المسؤولين. المسؤولين يعني منتخب مصر كلنا هنبقى ورا منتخب مصر، اهلي زمالك اسماعيلي بيراميدز اتحاد مصري، كل الانديه الجماهيريه كله هيبقى ورا منتخب مصر. لكن حته ثقافه انت كجماهير ان انت تحافظ حتى على كرسيك اللي انت بتقعد عليه، دي طب كانت مهمه جدا. حضرتك سؤال تاني، ماتشات الاهلي والزمالك مثلا اللي بتشوفها في الامارات اللي بتلعب في ماتشات سوبر مثلا، او ماتشات الاهلي وبيراميدز اللي اتلعبت برضه في الامارات، هل شفت فيها انه مش ده نفس جمهور الكره، ولا المصريين اللي قاعدين في الامارات غير المصريين اللي قاعدين في مصر؟ لا بص، ممكن الموضوع مختلف شويه. انا اقول لحضرتك مختلف شويه، لان انت طالع كجماهير مصريه، ان انت شكلك بره مصر، علاقه الدولتين، في حاجات كتير عليك انت كمشجع ان انت تنفذ التعليمات. لكن ممكن هنا بناخدها بعصبيه شويه، حته اهلي وزمالك والكلام ده، ثقافتك انت يحسب للمسؤولين، حته موضوع تذكرتي وحجز التذكره والالتزام بالكرسي بتاعك، فده طور بشكل كبير جدا من حته الحضور الجماهيري. ده بيدي زي قوه قلب كده للمسؤولين، ان انا اخد بدل ما كان 5000 بقى 10000، زي ما بقول لحضرتك، اللي بيدي الباور دايما الجماهير ومردود الجماهير وردود فعل الجماهير. لكن لما اشوف 60000 متفرج للنادي الاهلي، بتطلع ما فيش كرسي حتى مكسور ولا المسمار بتاعه مفكوك، 60000 متفرج، فده بيدي مردود للمسؤولين، لا طب ما احنا نزود الكثافه العدديه، ممكن نوافق للنادي الاهلي لو طلب، نوافق لنادي الزمالك لو طلب، نوافق للنادي الاسماعيلي لو طلب بالجماهير، فده يعني زي محبه على قلبنا كلنا. طب خليني اسالك سؤال تاني من ناحيه اقتصاديه بحته. انت بتتكلم على واحد من اهم مصادر، انا لو كلمت بالذات كمان الانديه الشعبيه، لانه يمكن الانديه الاستثماريه او انديه الشركات او انديه الهيئات ما عندهاش الحضور الجماهيري اللي يملى لها مدرجات كل الماتشات، صح ولا غلط؟ طبعا. لكن الانديه الشعبيه عندها، والانديه الشعبيه هي اكتر، مش بتكلم على الاهلي بس، بتكلم على اهلي، على زمالك، على اتحاد، على مصري، على اسماعيلي، على محله، رغم ان محله نزلت بس البلديه طلعت، كل الانديه الشعبيه، الاهلي خاطب المسؤولين وطالب بالحضور الجماهيري النسبه الكامله في مباريات الدوري. هل تتوقع انه، او ايه توقعك لمدى الاستجابه في ده؟ وازاي نساعد الانديه الشعبيه على ان يكون ليها واحد من اهم مصادر دخلها اللي يقدر يساعدها على ان هو ينفق على نشاط كره القدم؟ ده انت حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا، ممكن انا بشوف ان المسؤولين مش واخده بالها منها، او الجماهير ممكن مش مستوعباها. يعني لما زي ما تيجي تقول حضرتك مثلا، وانا مش مع الموضوع دوت، ان انت بتيجي تقول مثلا ان النادي الشعبي الفلاني عنده مثلا 40000 متفرج او 50000 متفرج، فلو كل مشجع دفع 10 جنيه هنلم مش عارف كام، لا طب ما تدفعهم في تذكره دخولك للماتشات. الاتحاد بيعاني ماليا، المصري بيعاني ماليا طبعا، الاسماعيلي بيعاني ماليا، الزمالك بيعاني ماليا. انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني مع احترامي لكل الانديه، لو الحاج محمد مسلح مش موجود في نادي الاتحاد، الاتحاد يقع. صحيح. لو تعالى ناخد مثال كده، تعالى هرجع لنفس النقطه دي، بس تعالى ناخد مثال واحنا بنتكلم بالارقام، نقول تاثير او حجم ايرادات الانديه الكبيره من بس الحضور الجماهيري، سيبك من البث التلفزيوني، سيبك من حقوق الرعايه، سيبك من الدعايه والاعلان على التيشيرت، يعني كل ده. تعالى نشوف باريس سان جيرمان من بس الحضور الجماهيري ايرادات بلغت 112 مليون يورو، اليونايتد 107 مليون يورو، توتنهام 106 مليون يورو، ليفربول 95 مليون يورو، برشلونه 87، ارسنال 80، ريال مدريد 75 مليون يورو بس من تذاكر المباريات، ودي ارقام كبيره جدا. ما دي يا استاذ احمد برضو، انا ما بقولش ان احنا هنجيب الارقام دي ولا ربع الارقام دي ولا نص الارقام، نشتغل عليها دي. بس تقدر تشتغل على تنميه طبعا موارد الانديه الشعبيه عشان تساعدها انها تواجه كمان التحديات اللي هي بتواجهها. ده مهم بشكل كبير جدا، يعني انت عمليه حسابيه لو دخلك 30000 هيخش لك كام، وده بيخش في ميزانيه النادي. يعني انت كده كمشجع بتساهم في رفع ميزانيه النادي. أيوه. الفرق دي او الانديه الكبيره دي، دي شركات كوره، يعني شركات هي ما عندهاش الا كوره بس، فبتفكر ازاي انها تطور، تطلع اكبر قدر، حته تبيع التيشيرتات للنجوم اللي عندها. يعني أيوه. في فرق بتتعاقد مع نجوم، مش ان هو يجي يضيف لها فنيا، لا ان هو يجي اكبر تسويقيا. زي ما نشوف ميسي بيروح انتر ميامي، هو رايح سلعه تسويقيه، هو مش رايح، ميسي رفع من
الدوري الامريكي، ان النجم بيروح زي كريستيانو رونالدو، لما تشوف الدوري السعودي لا، هي نجوم بتروح بترفع القيمه التسويقيه للدوري بتاعها. فاتمنى ان الموضوع ده يبان، هو الموضوع كبير جدا طبعا، لكن اتمنى ان هو يتنفذ. انا بكلمك بس في الناحيه الاقتصاديه، يعني بكلمك في فكره تنميه الموارد، لكن انا متاكد تماما انه في حال عوده الجمهور في نواحي فنيه كتير جدا، لعيب الكوره وانت عارف يا كابتن احمد متحط تحت ضغط. يعني طبعا ماتش فيه مدرجات كامل العدد غير ماتش، ويعني ماتشات الكره في العارضه تسمع صوت صوتها في الاستاد كله، في فرق كبير جدا على المستوى الفني او الاستفاده الفنيه طبعا. على مستوى التعامل النفسي او الضغط النفسي، فكره انك تلعب تحت تروح تلعب تحت ضغط جماهيري، خبرات، تراكم خبرات يساعد منتخب مصر وانت بتلعب ماتشات بره. احنا شفنا ماتشات لعبناها تحت ضغط جماهيري كان فيها مشاكل عنيفه جدا طبعا. ما ده اللي اثر على منتخب مصر طول الفترات الاخيره، ان انت عندك نوعيه اللعيبه او كواليتي اللعيب بقاله 10 سنين او 8 سنين او 9 سنين ما شافش جمهور في المدرج، ما بيلعبش تحت ضغط جماهيري، فيفوجئ ان هو موجود في منتخب مصر الاستاد كله مقفول، 100,000 متفرج او 90,000 متفرج، فالموضوع بيبقى صعب عليه جدا. زائد البطولات المجمعه اللي بره بيبقى فيها حضور جماهيري بشكل كبير جدا مع منتخب مصر. وخد بالك كمان في نواحي ثانيه يمكن تكون مش في الصداره، بس فكره انه النهارده جمهور الاهلي رايح اسوان، جمهور اسوان مسافر اسكندريه، جمهور الاسماعيليه رايح بورسعيد، جمهور مش عارف بورسعيد، فكره انه الناس تقابل بعض ويبقى يوم كرنفال واحتفال طول ما في ضوابط وقواعد حاكمه الكل، هيبقى في سياحه وفي سياحه داخليه، يعني في ارتباط، يعني الحاجات دي مهمه جدا. ما مهمه يعني جدا دي السلوكيات، بدل ما تعزل، بدل ما تاخد قرار بان كل واحد جزر منعزله وده ما يحتكش بده وده ما، وتبقى الناس شغاله على السوشيال ميديا وناس تخش تولع نار في السوشيال ميديا فالناس تنفعل اكتر لا يعني بيبقى في عمليه احتقان، لكن دي بترجع للسلوكيات. الضوابط اوكي تمام ما فيش مشكله، لكن سلوكياتك انت كجماهير. عندي تذكرتي تجربه ناجحه جدا، يعني ما دي اشدنا بيها يعني تذكرتي عملت نقله بصراحه في قصه وعمليه الحجز التذكره وسهلت وبالارقام والفان اي دي انا عارف مين اللي داخل وعارف مكانه فين جوه الاستاد، عندي كاميرات مراقبه، عندي عناصر امن، يعني اقدر اعمل كنترول بمنتهى السهوله. والناس حابه، الجمهور النهارده نفسه يرجع المدرجات مره تانية، نفسه يعني يرجع، ولو في حته انتظام والتزام بكل حاجه اكيد هيمشي ورا. يعني انا عايز اقول لك انه انا ماتشات اهلي في افريقيا السنه دي اللي احنا يعني فيها حضور جماهيري رجعني للكوره بتاعت زمان، يعني فكرني طبعا بالايام ما كنت بروح الاستاد والاقي الاستاد مليان وجسمك يا اشعر وانت بتشوف مثلا جول بيجي او نشيد الوطني بيتعزف، افتكرت ده كنا نسينا الكلام ده من زمان. لا الموضوع دلوقتي يعني لا احنا داخلين عليه، انا بشوف ان لا خير الفتره اللي جايه خير، اعداد الجماهيريه اعداد الجماهير في المدرجات بتزيد، وده زي ما بقول سلوكياتك انت كجماهير هتدي الفرصه للمسؤولين ان هي تزود عدد الجماهير، التزامك ونظامك تجاه فريقك وتجاه الخصم، وخد ده اللي هيدي خطوات طبعا. وعمل لائحه الخروج على النص، حرمان من حضور ماتشات، غرامه، ايقاف، الغاء ضوابط، الغاء الفان اي دي بتاعك انك ما تخشش ملعب كره تاني، يعني خد الحاجات اللي تحقق الردع بحيث انه لو فكر حد انه يعمل اي مشكله يبقى لازم يفكر فيها مليون مره قبل ما يعني يرتكب مخالفه من اي نوع. طب خليني اخدك لجزئيه ثانيه، رابطه الانديه كانت فكره معجله شفناها على مدار نسختين من الدوري، في حاجات حسينا بتطور حقيقي فيها، في ناس بتشوف انه التطور ما كانش على المستوى المأمول وكان في الامكان افضل مما كان. تقييمك لفكره الرابطه وايه اللي منتظره من الرابطه الجديده في الموسم الجديد؟ اعتقد ان هي بتحاول على قدر الامكان في حدود الامكانيات، في حدود امكانيات الانديه، هي تطوير الكره المصريه بشكل عام، وده يعني بنسبه كبيره يمكن وصل لحوالي 60 او 70% من تحقيق الهدف ده. لكن بشوف ان الرابطه لا بتشتغل ان هي، وخصوصا يعني بشوف من مميزات السنه اللي فاتت هو موضوع كاس الرابطه، ده اضاف لفرق كبيره جدا يمكن شكرنا فيها ان هو في لعيبه اللي ما كانتش بتلعب ممكن تلعب في البطوله دي، ان لعيبه مصابه لسه راجعه استفادت من البطوله. لا كانت بطوله مهمه، ودي من الحاجات الايجابيه اللي حصلت السنه اللي فاتت. لكن على مستوى التخطيط انا اعرف بشكل جيد ان لا في الاحسن جاي، لكن كانت حاجه مهمه جدا وموضوع رابطه الانديه والمسؤولين عنها
في تطور الكرة المصرية، وإن شاء الله موفقين الفترة مع ولا ضد فكرة إن السوبر المصري يتلعب بالشكل القديم أو بالشكل الجديد اللي طرحته أو طرحه اتحاد الكرة بالتعاون طبعا وبالشراكة مع مجلس أبو ظبي الرياضي؟ لا، أتمنى إن هو يكون بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي. بأربع فرق، مشاركة أربع فرق مصرية في البطولة. أتمنى لأن ده في صالح. شايف إن الموسم يسمح بده؟ أجندة مصر في الأندية المصرية والمنتخبات المصرية تسمح بإن في يبقى في بطولات مستحدثة أو بطولات بيتم تطويرها؟ أتمنى إن يتوفر لها الوقت، يعني الوقت ممكن نيجي. وفين الوقت يا محمد؟ أتمنى. يعني مين هيوفر بصراحة؟ وكله عايز يوفر بس ما حدش عارف يوفر حاجة بصراحة. لا، هي هتبقى حاجة في صالح الكرة المصرية، بس لو في وقت، يعني لو في وقت يسمح، أو لو تبقى من أولويات المسؤولين يعني. طيب تعالى أنا أخدك للمحترفين الأجانب. واحد بس قبل ما نروح للجداد، شايف المحترفين الأجانب اللي مثلوا إضافة أو اللي لفتوا نظر أحمد عادل الموسم الأخير؟ في نادي الاتحاد. في نادي الاتحاد أضافوا لنادي الاتحاد بشكل كبير جدا. في مع بيراميدز فخري لقاي من ضمن اللعيبه. الاتحاد تتكلم على مابولولو؟ مابولولو كان مابولولو. وفي الديفندر هو اتباع خلاص ولا صفقه وقفت؟ لا، مش كان على كان في كلام على اهلي بنغازي تقريبا. مش ما عندكش، ما عنديش المعلومه. ما عندكش معلومه. لكن مع بيعه ولا استمراره مع الاتحاد؟ لا، اتمنى استمراره. تتمنى لو مش المجلس مش هيوفر بديل مناسب ان هو يضيف للفرقه، اتمنى استمراره اكيد. تمام. غير ما بقولوله فخري لقاي. فخري لقاي يعني من ضمن اللعيبه. اعتقد انه ده رحل خلاص، اعتقد أو ممكن في كلام. بس كان ادى يعني. كان ادى موسم جيد مع مع فريق بيراميدز. في وليد الكارتي الديفندر. وليد الكارتي. وليد الكارتي من ضمن الديفندرات اللي بستمتع بيها جدا يعني. بس ما ده بيراميدز السنه دي برضو عامل ميركاتو، يعني مع خط النص جايب مع الكارتي ومع بلاتي توريل اللي في كلام عليه برضو. صفقة مهند لاشين النهاردة تم إعلانها، صفقة محمد رضا بوبو. في عندهم لا، بيراميدز لازم يدعم لازم يدعم لأنه داخل على دوري أبطال. فمهم جدا هينافس في دوري أبطال. يعني مش مشاويره بقى المتكررة في الكونفدرالية، شايف إنها ممكن تخليه في دوري الابطال ولا على الورق؟ على الورق ينافس، على الورق لكن ينافس. مع السنين الاخيره كان بيواجه صعوبه شويه، يمكن زي ما بنتكلم على الفرقه، عندهم فرقه لعيبه عندها خبرات كبيره جدا، لعبت اهلي وزمالك وانديه كبيره، عندهم الخبرات وعندهم مقاومات البطوله، كان مهم يشتغل عليها ازاي، يشتغل ان هو ياخدها ازاي. فاتمنى له التوفيق اكيد. طيب تعالى نروح، هجي لك لشكل المنافسه السنه الجايه المتوقع انها تكون مختلفه. فيوتشر حصل فيه كده محدش فاهم، حصل حاجة يعني غريبة، توقعاتك ليه ايه؟ دول المحترفين الأجانب الجدد في الدوري المصري، شايف توقعاتك ليهم ايه؟ رضا سليم طبعا صفقة الأهلي من الجيش الملكي، الكونغولي فيسن مايلي، يانج أفريكانز بيراميدز راس حربة هداف، الجزائري طبعا احنا بنتكلم طبعا انه رضا سليم 23 سنة، فيسن مايلي 29 سنة، جزائري جوبا اوكاسي من شبيبه القبائل لسموحه 27 سنه، الكاميروني اديمو كينجو ده تحت السن اعتقد من تطوان التونسي الاتحاد السكندري، المغربي محمد الزرقاني من توديلانو الاسباني لبلديه المحله، صفقه برضو محتاجين على نعرف عنها كتير بصراحه، السنغالي محمد سواني، معلش طيب السنغالي محمد سواني ايوه نرجع بس من تونجيت السنغالي اللي زاد، البوروندي البلجيكي محمد اميتشي من ليريا البرتغالي بلديه محله، ده بلديه محله عامل ميركاتو اوروبي، والكونغولي الايطالي تشيمبا جراتشي من كراسكو السلوفيني لبلديه المحله. نركز مع بلديه المحله، جابت كله من اوروبا. من اوروبا لا، لان احمد رؤوف من نوعيه المدربين هنتكلم طيب هنتكلم عليها. عندنا بعد كده 22 سنة تنزاني موتشيني ماليما من دودوما التنزاني لزد، الكونغولي مومو بولي من انتر كلوب الكونغولي لزد 19 سنة تحت السن، 19 سنة أيضا السيراليوني موزس توري من تروا تحت 19 سنة، موريتاني ماتا ماجاسا من دوانيز الموريتاني لزد،
19 سنة تحت السن، والنيجيري الحبيب حسن 19 سنة، لا ده نيجري من منتخب النيجر، واعتقد الحبيب حسن ده الباك الشمال بتاع منتخب نيجر للشباب 19 سنة، وناس كتير جدا بتتكلم على الولد ده انه اضافة كبيرة جدا للاتحاد السكندري، جاي من البوليس النيجيري للاتحاد السكندري، عارفه انت يا احمد لعيب مهم جدا، لعيب مهم جدا. والنيجيري بقى نيجيري صديق ادامو ده من انيمبا نيجيري لكليوباترا 26 سنة. لا الملحوظ ان الانديه اللي لسه صاعده هي اللي بتجيب اجانب كتير، يعني بتجيب اجانب كتير ومن ابرزهم طبعا زد والبلديه، ولافت نظري ان كله مركز على فكره اللي تحت السن، يعني ممكن حقيقه تراك تحت السن ده لسه معظم الانديه المصريه ما عرفتش تستغله الاستغلال الامثل، فكره انك تجيب الكواليتي في سن صغيره فتديك 3 4 مواسم ويبقى سنها لسه صغير تقدر تعيد بيعها وتستفيد منها ماليا بعد الاستفادة الفنية. ففي شفت أعمار كتير جدا تحت 19 سنة السيزن ده، واضح أنه توجه عند عدد من الأندية، ده مهم. السياسة اللي كانت فعلا موجودة عند الأندية دي أنه هو زي ما حضرتك قلت أنه يلعب سنتين ثلاثة يعرف يسوق نفسه في الدوري المصري بشكل جيد، يقدر يستفيد منه ماديا، واللعبة دي دايما بعودها ما تبقاش كبيرة، عودها ما تبقاش عالية، حتى الايجنت بتاعه أو مدير أعماله بيبقى مثلا ممكن كالدوري المصري هو بوابه للاحتراف وبره بوابه ان عقده يبقى. طيب عايز اكلمك على اهم الاسماء لفتت نظرك، بس هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. طيب علشان انا كنت في بدايه الحلقه قلت لجمهور نادي الاهلي النهارده ان شاء الله هننقل لحضراتكم ماتشات الاهلي في بطوله اليد الدوليه، لكن خليني اقول لحضراتكم انه تعاد النقل للقاء الاهلي وبطل مقدونيا، اللقاء اللي كان منتظر ان هو يلعب اليوم بسبب نقل التلفزيون البوسني للقاءين فقط يوميا، ليس من ضمنها لقاء الاهلي اليوم، والتلفزيون البوسني يبث غدا لقاء الاهلي ومونبلييه الفرنسي وفقا للجدول اللي تم تعديله منذ قليل، والذي ادى لعدم اذاعه مباراه الاهلي اليوم من قبل اللجنه المنظمه لبث المباريات في البطوله. القصه باختصار شديد جدا انه احنا كان في تواصل بيننا قناة النادي الأهلي بين إدارة القناة وبين اللجنة المنظمة البطولة وبين التلفزيون البوسني المسؤول عن بث مباريات القناة، وتم الاتفاق على جودة المباريات، وكان مفترض أن التلفزيون البوسني هينقل أو هيبث كل لقاءات البطولة، لكن التغيير اللي حصل يمكن من دقائق بسيطة جدا من حوالي نص ساعة أنه يعني لم يتم الاتفاق بين التلفزيون البوسني واللجنة المنظمة على نقل كل المباريات، وهيتم الاكتفاء بنقل مباراتين فقط بتحددهم اللجنة المنظمة، مش هتكون من بينهم مباراة الأهلي النهاردة، لكن من بكرة إن شاء الله مباراة الأهلي ومونبلييه، مونبلييه طبعا فريق كبير جدا في كرة اليد في فرنسا وفي أوروبا، هتذاع بكرة على شاشة الأهلي 10 مساء بتوقيت القاهرة، وهيسبقها طبعا وهيتخللها استوديو تحليلي كامل للمباراة. نتمنى إن شاء الله التوفيق لرجالتنا في البوسنة، ونتمنى إن شاء الله ان هم يقدموا مباراه طيبه وتسعدوا بمتابعتها على شاشه الاهلي بكره ان شاء الله 10 مساء. هرجع لضيفي تاني كابتن احمد عادل، برحب بيك كابتن احمد. أيوة. كنا بنشوف يمكن قبل الفاصل مباشره فكره المحترفين الاجانب، هل شايف اسم باستثناء رضا سليم، هل في اسماء لفتت نظرك او اسماء تتوقع ان يكون ليها مردود كبير في الدوري السنه دي؟ لا اعتقد زي ما قلت لحضرتك كده الحبيب حسن. الحبيب حسن، الحبيب حسن اكيد هيبقى لاعب النايجر، لاعب النايجر ده باك ليفت، لا لعيب جيد جدا، مفتاح لعب يعني هيضيف للفريق وصغير في السن يعني. هل بتشوف انه مفترض ان نفكر في فكره المحترفين كمسؤولين عن المسابقه، فكره العدد المشاركات الدوليه، في فكره كونه لاعب دولي من عدمه مشاركته او عدد مبارياته مع المنتخب سواء منتخب شباب او منتخب اولمبي، حدود السن المتاحه الحد الاقصى لاحتراف لاعب اجنبي داخل الانديه الدوري المصري، ولا القصه مش محتاجه لانه الامكانيات ما بتساعدش قوي ان يكون في رفاهيه في الاختيار؟ لا هي بتبقى نوعيه لعيبه معينه اللي بتروح للمنطقه دي، يعني نوعيه ادارات معينه او نوعيه انديه معينه هي اللي بتروح للمنطقه دي في التعاقد مع اللعيبه، وخصوصا لعيبه تبقى صغيره في السن. في انديه فكر ادارتها للمنظومه هي عمليه تسويقيه، ان هو ازاي يجيب اكبر كم من الميزانيه الماليه او يضخ الميزانيه الماليه مع لعيب صغير في السن بيلعب في التوب ليفل، في سواء انت تلعب مع منتخب بلدك وتيجي هنا تشارك في الدوري المصري حتى لو انت صغير في السن، ممكن زي ما اتكلمنا يلعب. كم واحد افريقي يا احمد بيلعب في مصر يصلح للاحتراف
في الدوريات الخمسه الكبرى، يعني مش هقول لك الدوري الانجليزي، في الدوري الايطالي، في الدوري الالماني، في الدوري الفرنساوي. ابرزهم اليو ديانج. لا سيبك من محترفين النادي الاهلي. انا بتكلم عموما في 18 فريق عندها تقريبا كلها لاعبين محترفين، كم واحد لفت نظرك او شايف انه لا يصلح انه يلعب في اوروبا؟ لا، بلاتي توري. بلاتي توري. بلاتي توري بتاع بيراميدز. يعني من كل المحترفين دول قبل حتى ما يجي بيراميدز كنت اتوقع ان هو ممكن يروح. يعني كنت اتوقع. هو كان اوريدي اعتقد ليه تجربه في السويد قبل ما يجي مصر هنا. لا، هو لعيب في مكانه مهم جدا، مهم جدا، ويصلح ان هو يحترف بره اكيد. شايف فتره الاعداد اهم حاجات اللي هيشتغل عليها كولر، وايه المنتظر من مارسيل كولر في معسكر النمسا؟ انت رحت اي معسكرات بره مع الاهلي؟ المانيا. رحت. بتفرق معاك فكره انك تعمل معسكر اعداد في معسكر خارجي عن انك انت تحضر للسيزون هنا؟ هو ممكن بيروح لطرق لعب. يعني الدوريات فيها طرق لعب هتتناسب معاه هنا، او سواء لان النادي الاهلي بيشارك في اكتر من بطوله. فممكن من رؤيه وجهه نظر مثلا المدير الفني او الجهاز الفني المعسكر في البلد دي، فالطرق لعبها. انتوا لعبتوا مع مين ما رحتوا معسكر؟ لعبتوا ماتشات وديه؟ لعبنا مباريات بس مع انديه درجه ثانيه. انديه درجه ثانيه. مش فرقه دوري. لا، مش انديه كبيره. لكن هنا بيبقى زي بروفا ان انت هترجع وهتلعب ماتشاتك عامله ازاي، طريقه اللعب اللي انت هتلعب بيها عامله ازاي. لكن ممكن مستر كولر البلد او النمسا ممكن طرق اللعب هناك. المعسكر في النمسا ان شاء الله. ان شاء الله ممكن طرق اكيد درس المعسكر بشكل جيد، مين الفرق اللي هيلعبها، طريقه لعبها هتبقى عامله ازاي، هيحصل في تنوع في طرق اللعب اكيد مستر كولر هيجرب. لكن اللي بيسهل دايما بكلم اللي بيسهل عليه التنفيذ طرق اللعب او الشغل بتاعه هي اللعيبه. اللعيبه لا عندها من الامكانيات الفنيه والبدنيه والاستيعاب حتى لشغل الراجل، وده ظهر على مدار الموسم بالكامل ان اللعيبه بتقدر تنفذ ان شاء الله. توقعاتنا الموسم قوي، سكواد الاهلي بعوده المصابين، عوده المعارين، انتدابات وصفقاته حتى اللحظه اللي لسه باكد ان شاء الله انها ما انتهتش في حدود معلومات، يعني ما زال في الانتقالات بقيه باذن الله، ومشي الاهلي اقوى، وباذن الله مع مارسيل كولر الموسم اللي جاي يبقى موسم اكثر متعه، وان شاء الله باذن الله اكثر حظا للالقاب والبطولات. اشكرك يا ابو حميد، نورت الدنيا حبيبي. استاذ احمد ربنا يخليك. هتروح الساحل ونجيبك تاني قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك كابتن احمد على وجودك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا استاذ احمد. بشكركم على المتابعه، بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكم.